بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله باش نصلحوا ليكزارسيس الأولاني من دوار دو كونترول نيميرو 1 تاع سيكسيون باكيكو. سي تري سامبل كسيام، مي باش نوريكم نفسر لكم شوية على الماتريس، شوية على البارتي نتاع لي تيب دو فونكسيون و كالكيل دو ليميت. دونك نبدو في ليكزارسيس الأول بو تشاكين دي كيستيون سويفونت إن سيل دو تروا ريبونس بروبوزي إكزاست. Indiquez le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée. Maintenant, justification, on a un douche, je parle pas avec. Donc, juste partir la réponse. Et, l'olénie, je vais calculer l'inverse de la matrice d'ordre 2, 1, 3, 1, 4. Et, maintenant, la zemna n'a pas. انه كيفاش نكالكلو الانفيرس نتاع الماتريس، كذا الكلوردر نتاعو كذا الماتريس يتكتب في الشكل هذا A B C D. يعني اوردر 2 اش معناها؟ اوردر 2 معناها 2 كولون اي 2 ليني، والا 2 ليني اي 2 كولون، 2 ليني فوا 2 كولون، هذاك يتسمى اوردر 2. هذا الام تاعي. كيفاش نحسبنا الـ M1 لازم نطبق قاعدة اللي هي شنو؟ الانفيرس، يعني أن سير ديتيرمينون تاع الـ A فوا شنو؟ فوا الماتريس نتاعي يولي لي في الشكل هذا. فورميل نطبقها سهلة العملية. دونك لازمني أول حاجة نحسب الديتيرمينون، لازم نعرف نحسب الديتيرمينون كيفاش نحسبها سهلة على الآخر زادا. ديتيرمينون تاع الماتريس A اللي هو نحنا عندنا شنو فيه؟ عندنا A B C D، هذوكم نضرب الـ A فوا D إلا الـ B فوا C، هذه هي الديتيرمينون تاعي. نحنا اش عطينا في الماتريس نتاعنا؟ عطينا 1 تروا 1 كات، نطبقو القاعدة. الـ A نتاعي هو 1 تروا 1 كات، الـ A هذا نتاعي. الديتيرمينون نتاعو كيفاش نكالكلها؟ هي سي شنو؟ 1 فوا 4 موانز 1 فوا 3 اللي هي باش تجيني 4 موان 3 اللي هي 1، دونك ديفيرون دي 0. ونعرفو نحنا انو اذا ديتيرمينون ديفيرون دي 0 دونك الـ A انفيرسيبل. اش معناها انفيرسيبل؟ معناها عندو نجم تكالكليلو الانفيرس نتاعو. باهي، دونك لهنا شنو لازمنا نعملو؟ نطبقو القاعدة ديتيرمينون 1، دونك الـ A موانز 1 ايكال قداش؟ لهنا 1 سور 1 فوا شنو؟ الـ D نتاعي هي لهنا، هاي هي الكات، والـ الموان B هي الموان زان، والـ الموان C هي الموان تروا، وهاذيا باش تجينا 1، 1 سور 1 باش تبقالك نفس الماتريس، دونك الانفيرس سي 4 موان تروا موان زان 1، الريبونس اللي هي موجودة شوفوها. اللي هي 4 موانز 1 موانز 3 1، واضح عاوني الأولى الريبونس A. دونك نتعدو للدوزيام الدوزيام كيستيون اللي هو قال كذلك سي A عطاك ماتريس A و B وقال لك باش نحسب الموتيفيكاسيون A فوا B. باهي لهنا باش نعطيكم فورميل أخرى اللي هي شنو؟ هاي باش نخدمو بها. لازمنا باش نعرفو كيفاش نعملو الموتيفيكاسيون تاع دو ماتريس. باهي، باش نعطيكم معلومة باهية اللي هي تنجم تقول الخلاصة نتاع الملتيبليكاسيون كيما تشوفوا لهنا. وقتاش نجم نحسب الملتيبليكاسيون نتاع دو ماتريس؟ لازم النومبر دو كولون نتاع الأولاني إتيكال نومبر دو ليني نتاع الثاني. إش معناها؟ معناها النومبر دو كولون نتاع الـ A كيما تشوفوا لهنا 3، والنومبر دو ليني نتاع الماتريس الثاني سي 3. دونك نجم نحسب الماتريس الملتيبليكاسيون دو ماتريس A فوا B. إذا لقيت النومبر دو كولون نتاع الـ A ديفيرون دو نومبر دو ليني نتاع البي، دونك امبوسيبل انك تحسب الملتيبليكاسيون. فهمت ولا؟ دونك هذيك ثبت فيها قبل لا تبدا تحسب، لازم تلقى الكولون ايتيغال نومبر دو كولون في الماتريس الاول ايتيغال نومبر دو ليني. اون بي كيفاش نحسبوا الماتريس ملتيبليكاسيون نتاع دو ماتريس؟ الليني الاولاني نتاع الـ A نضربو في الكولون الاولاني، ومن بعد الليني الاولاني نضربه في الكولون الثاني. كيفاش العمليه باش تصير؟ شوف لهنا شنو، خليني نكتب الماتريس اللي عطاهم لي هو. عطاني 1 0 1 نكتبها لوطا
الأ شنو هي؟ أ زيرو أ من بعد أ أن دو هذا لولين. البي شنو هي؟ قالي أن دو زيرو دو أن دو زيرو دو تروا أن بي لهنا نثبتوا في اللي قلت لكم عليه امبارح. شو قلنا؟ قلنا لازم النومبر دو كولون نتاع الأ اللي هو قديش من كولون نتاع الأ، عندنا دو كولون إيكال النومبر دو ليني نتاع البي. النومبر دو ليني قديش هما هاد دو، دونك قد قد من رجلين ما فهمش إشكالية، دونك نجم نحسب الأ فوا بي. باهي الأ فوا بي كيفاش؟ الأ فوا بي لهنا باش نحسبها لازم شنو نعمل؟ نضرب اللينيا الأولاني كيما وريت لكم لهنا هاي. تضرب اللينيا الأولاني في الكولون الأولاني، بعد اللينيا الأولاني في الكولون الثاني وأنت ماشي. دونك اللينيا الأولاني يعني كي نقول لك اللينيا الأولاني يعني هذي في هذي مع هذي في هذي، يعني اش تجي؟ واحد في الواحد مع واحد في اثنين، هذه الأولانية. تو نتعدى نفس اللينيا نضربه في الكولون الثاني متاع البي. واحد في صفر مع واحد في اثنين، نتعدى تو للكولون الثالث، واحد في الثلاثة مع واحد في الواحد. واضح لهنا؟ دونك لهنا هذوما الأولاني. تعدى نفس الخدمة للدوزيام لينيا متاع الأ، نضربه في الكولون الأول، الكولون الثاني، الكولون الثالث. دونك صفر في الواحد مع واحد في اثنين، صفر في صفر مع واحد في اثنين، صفر في ثلاثة مع واحد في الواحد. نتعدى تو للثالث، هذا واحد في الواحد مع اثنين في اثنين، والاخراني واحد في صفر مع اثنين في اثنين، اخر كولون ولا نقطة واحد في ثلاثة مع اثنين في الواحد. ونحسب توا الافو بي متاعي قديش باش تجيني. ايجا واحد في الواحد واحد مع اثنين تجيني ثلاث، الثانية تجيني اثنين، هذه واحد في ثلاثة مع واحد تجيني أربعة، لهنا تجيني اثنين، لهنا باش تجيني اثنين، لهنا باش تجيني أن، منا باش تجيني خمسة، منا باش تجيني أربعة، ومنا باش تجيني خمسة. دونك نثبت في الماتريس هناهو اللي موجود في الإكزامان، تلقوه الآخريني، أواني تروا دو سانك، كي نرجعو لهنا. شوف الخدمة نتاعنا 3 2 5 2 2 4 هاويني و 4 1 5. دونك لا ريبونس في الثاني سي لا ريبونس سي. بي ثروازيام تاو الكيستيون 3 اللي هو خاص باللي تيب دو فونكسيون. عن الفونكسيون شنو عطاني هنا اللي يتشكوا منه برشا جماعة اللي تيب دو فونكسيون، نقول لك صايب مش صايب شوي خدمة بحول الله اموركم تولي لاباس. عطاك الفونكسيون اف قال لك ان فونكسيون فيريفيون لا كونديسيون، نكتبوها الكونديسيون هذي يعني ال اف دو اكس موان دو انفيريور ايكال 3 موان زان سور اكس، 3 موان زان سور اكس و 3 بلس 1 سير إكس. إيش قالك؟ قالك بور تو إكس سوبيريور زيرو، ألور يحب يحسب الليميت دو بليس لانفيني تاع الإف دو إكس. باهي لهنا يا جماعة كي يقول لك الليميت دو بليس لانفيني، حاجة كي باش نكالكل الليميت دو بليس لانفيني دو إف دو إكس، كيفاش باش نكالكل؟ باهي كي ديما يعطيك حاجة محصورة كيما لهنا، فمن إف دو إكس يعطيها لك محصورة ما بين دو فونكسيون. دونك لهنا شنو لازمني كي نجي نكلك الليميت نتاع الاف دو اكس، شفتها غادي شنو نعمل؟ شوف ايدي ماي محصوره لهنا، نخرج اثنين ماني حاجتي بالاف دو اكس، ولا نخرج اثنين منا ومنا باش نحيها بجنب الاف دو اكس، نخلي كان الاف دو اكس نحصرها واحد. كيفاش نعملها؟ نعمل بليس دو من هنا، بليس دو من هنا،
و بليس دو من هنا هكا ولا باش نحي هاك الموان دو هذيك يعني موان دو بليس دو تبقى لي كان الاف دو اكس دونك الاف دو اكس باش تولي محصورة محصورة ما بين خمسة مع واحد على اكس و خمسة الا واحد على اكس هكا ولا توا نجم نطلع ليميت دو بليس لانفيني تاع الاف دو اكس دونك ما عنديش تقول لي انت راني ما عنديش الفونكسيون اف دو اكس عندنا قاعدة لهنا كي نطلع نشوف نحسب الليميت من بليس لانفيني نتاع هادي والليميت من بليس لانفيني نتاع هادي دونك كي نلقاهم ايجو دونك اللي وسطهم نفسه يعني نجم نطلع دونك نحسب الليميت من بليس لانفيني نتاع لورس اكس طوندير بليس لانفيني نتاع شنو نتاع الفونكسيون على اليسار اللي هي هادي عندنا نعرف انه اي عدد على اي كونستانت على لانفيني تعطيني صفر في الليميت في البليس لانفيني دونك هذه باش تعطيني صفر شنو باش يبقى لي خمسة هكا ولا هذيك على اليسار حسبناها تعدى على اليمين الليميت دو اكس تنفير بليس لانفيني دو 5 بليس 1 سير اكس كيف كيف هاني قلت لكم القاعدة هذه 1 سير لانفيني كونستانت على لانفيني تعطيني صفر يبقى لي سي 5 مادام يا جماعة مادام على اليمين والعلى اليسار قد قد دونك الوسطهم شنو باش يكون باش يكون قد قدهم يعني 5 دونك الليميت نكتبو نجمو نكتبو اون الليميت دو اكس تنفير بلس لانفيني دو 5 موانز 1 سور اكس ايغال ليميت لورسك اكس تنفير بلس لانفيني دو 5 بلس 1 سور اكس égale 5 donc limite nta x tend vers plus l'infini de f de x c'est égal à la valeur 5 واضحه ديما كيفالك يعطيكم حاجه كيفك ليدي دو فونكسيون f de x يحصرك ما بين حاجه ويقول لك كالكلير لي ليميت نتاع f de x حاول تحصر ال f دو x على الجناب هذيك وتعمل الليميت في الجنب على اليمين وعلى اليسار اون جينيرال تلقاهم نفس الليميت كي يسلك في الاسئله كيف هكا دونك ال f دو x بطبيعتها باش تكون كيف لان مادامها محصوره ما بين 5 و 5 اش تجي؟ تجي كان 5 بي دونك الليميت سي الريبونس بي هوني ليميت بليس لانفيني f دو x ايكال ا 5 بي الأخرانية توا ليميت الأخرانية باش نعملوها باش نخدموها هذه هي التركيب نتاع ليميت شنو ليميت نتاعنا لوسك اكس تنفير بليس لانفيني ولا في بالي لا في بالي تروا تقريب تروا سي تروا نتاع شنو نتاع اكس كادي موان 9 x carré moins 9 sur x moins 3 في بي بي قال لي كالكلي لي هذا كي نجي نحن كي يسالكم يا جماعه كالكلي له يعطيك فونكسيون يقول لك كالكلي لي ليميت في بوا معينه كيما لهنا شنو باش تعمل بطبيعه تمشي تعوض الاكس بالعدد هذاك نمشي نعوض نعمل 3 قوى 2 الا 9 على 3 الا 3 استاجين 9 الا 9 على 3 الا 3 تعطيني 0 على 0 اللي هو فورم انديتيرميني شنو هو الحل يا جماعه في الحاله هذه في الحاله هذه لازمني يعني نتجنب الفورم انديتيرميني هذه لانكم قارينها في الكلاس 0 سير 0 هذا فورم انديتيرميني واعطوكم دي ميثود طرق باش تتجنبوا الفورم انديتيرميني هذه باش تحل المشكله هذه دونك لهنا شنو باش نعملوا عندنا قاعده لهنا شفتوا الفوقاني هذا باش نعطيكم طريقة سهلة على الاخر باهي كي تلقى فورما ديتيرميني كيما هكا زيرو على زيرو شنو تعمل يا جماعة تشد تحاول الفوقاني تكتبو في شكل شنو في شكل بطبيعة كيما لك الاكس تونفير حاجة كونستانت كيما لهنا ثلاثة اربعة خمسة واحد مش في لانفيني شنو تعمل الفوقاني والوطاني تكتبهم في شكل حاجة اكس موان ليميت لعطيهولك هو ليميت لعطيهولي تروا دونك تكتب الفوق x-3 في حاجب ولوطا x-3 في حاجب بطبيعة لوطانية هوني مكتوبة x-3 يعني صحيح الفوقانية هي اللي فيها المشكلة الفوقانية هي اللي لازمني نكتبها في x-3 دونك الفوقانية عندي x-2
اكس كاري موانف الفوقانيه اكس كاري موانف شن نجمش نكتبها اكس كاري موان 3 كاري يا جماعه اي والا عندنا قاعده ا كاري موان بي كاري شنو باش تعطيني سهله لازمكم تكونوا حافظينها سي ا موان بي فوا ا بلس بي يعني كي نطبقوا القاعده تجيني اكس موان 3 فوا اكس بلس 3 هكا ولا نعوض توا الفوق نعاود نرجع الليميت نتاعي ليميت لورسك اكس تونفير 3 ليميت لورسك اكس تونفير 3 دو اكس موان 3 فوا اكس بلس 3 على الاكس موان 3 نجموش تو تعملو سامبليفيكاسيون بهادي فري مريك نجم شنو يبقى لنا ليميت لورسك اكس تونفير 3 دو اكس بلس 3 كي نعوضو تو الاكس بال 3 اش تجيني 3 بلس 3 سي تيقال 6 دونك الليميت نتاعي ال ال هذه ما قال لك هو ال ايجال ليميت سي 6 هاي تنحت الفورما ديتيرميني دونك لهنا شنو اللي ننصحكم بها كي يعطيك ليميت في حاجه ليميت يا جماعه ليميت في الكونستانت ليميت لورسك اكس تونفير كونستانت اون جينيرال نتاع اف دو اكس اش تحاولوا تكتبوا الاف دو اكس تحاول تكتب كيفان كراسيونيل بالطبيعة حاجة على حاجة يعني ال f دو x تكتب في الشكل هذا a على b تحاول تكتب ال a شنو هو يعني بالطبيعة هذا سيتا بولينوم وهذا بولينوم يعني دون تحاول تكتب الفوق ليميت لورسك x تونفير الكونستانت هذيك متاع ال x موا الكونستانت فوا الباقي على لوطا زادا ال x موا الكونستانت على حسب الدجري نتاع البولينوم نتاعك باش تعمل انت بعد سامبليفيكاسيون تاع هذه يبقى لك تتنحى لك الفورمال ديتيرميني هذه تعملها الا اذا عندك فورمال ديتيرميني بالطبيعه كيما صار لنا نحن دونك لهنا السوليسيون اللي هو ها وين هو الا سي ايكال ا 6 الليميت نتاعنا ان شاء الله الفيديو الجاي نعملوا ليكزارسيس نخدموا ليكزارسيس اكسبليكاسيون بالديتاي جميع الديتاي نفسر لكم بالتفصيل ان شاء الله اكزرسيس ب مرحبا بكم في منصة فيرباك أي واحد عنده كيستيون ولا حاجة نجم يسأل وإن شاء الله بنجاح وربي يوفق سلام